السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة شوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله معانا موقعين شبه بعض بالظبط، كأنك بتشتغل على موقع واحد. هنعمل إثبات سحب لموقع وهنوضع في موقع التاني. الموقع ده طبعا عارفينه وعملنا له شرح مرتين. في الموقع التاني اهو نفس الشغل ونفس النظام، هو هو. هنخش هنا، حط رقم المحفظة وهتعمل تسجيل دخول. الموقع قلنا بنجمع من هنا زي ما انتوا شايفين، الجمع بيبقى فوق، ومن هنا رابط الإحالة بتاعك، ومن هنا بتوضع في الموقع وترجع تاني الصفحة اللي انت عليها من هنا. موقع سهلة، موقع سهلة جدا. الموقعين دولت الشغل عليهم واحد، يعني شرحنا واحد كأننا شرحنا الاتنين. هنعمل عملية سحب الموقع ده. عندنا 441 روبل وهنطلب طلب دفع. كده الدفع يتم اهو، حساب الصفر زي ما انتوا شايفين. هنخش على البنك الباير 41، هنعمل ريفرش زي ما انتوا شايفين 42 روبل، جدنا روبل و52 سنت. وبكده الموقع ده صادق، ودي تاني عملية سحب، تالت عملية سحب منه، لان سحبت قبل كده ومعملتلوش فيديو. تمام. الموقع التاني هنخش عليه، هنودع فيه 10 روبل عشان المرة الجاية نعمل للاتنين مع بعض اثبات سحب. هنحدد الروبل، هنقوله تمام. اهو بكده السرعة بقت 1146 والوديعة اهي ظهرت تحت، وزي ما انتم شايفين السرعة زادت. احنا هنا انا سحبت، انا وضعت 10 وسحبت لغاية دلوقتي 12 روبل و53 سنت، 35 سنت. وبكده يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، والناس الجداد معانا يشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ليصلهم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.